سؤالنا اليوم متعلق بتجيش المواطنين، المواطنين هما اللي حاولوا يضربوا الاعلام. عمره ما المواطن يضرب الاعلام الا بفعل فاعل، لانه المواطن ما هو في نفس الوقت فالمواطن هو في الدوله، فالمواطن هو اعلامي بدون مهنه. فالمواطن عمره ما كان اداه عاديه باش يتصرف يمشي يضرب الاعلام او يقع استهداف الاعلام، ولكن هنالك لعل هنالك ايادي خفيه لضرب الاعلام، ممكن يقع فيه بحث، ممكن يقع فيه تدقيق في هذا الموضوع، وهو امر لا مبرر له وماهوش منطقي. ضرب الاعلام ماهوش منطقي وماهوش معقول. يلزم على حريه الاعلام، معناتها كل شيء بالاعلام، يلزمنا معناتها كل شيء بالاعلام، معناتها نوصلوا صوتنا، كيفاش معناتها باش يوصل صوتنا للحكومه، كيفاش معناتها باش يوصل صوتنا للعالم اجمع، كل شيء بالاعلام، سواء معناتها يلزمنا مع الاعلام، حاجه معروفه هذه. يعني انت اليوم مع الحفاظ على حريه الاعلام وحريه نعم مع حفاظ حريه الاعلام والصحافه، هذا معناتها بدون شك، فهمتنا بدون شك، معناتها بلا كما قلت لك معناتها بلاش اعلام حر ونزيه ما نجموش نوصلوا لاي نتيجه في تونس ولا في العالم. بالنسبه لي انا ضرب الاعلام هذه جريمه لا تغتفر، ولذلك يلزم الاعلام كسلطه رابعه احترامها واعطاها جميع الظروف الملائمه للعمل على نفسه. اعلام ظالم خير من دون اعلام. فما ميديا تنافق شويه قاعده. كيفاه؟ تعطي فيه حاجات مش صحاح، مثلا تغلط في الراي العام، تغلط في جمله، الحاجات ما يقولوش فيهم صحاح، ما يكملولكش الحقيقه للاخر، يوريوك الجزء اللي حاجتهم به هو، ما يكملولكش الحقيقه للاخر. انت توا تشوف انه رغم انه فلنعتبروا عندها بروباغندا معينه ولا اجندات معينه القنوات هذه، هل انه على خاطرها هي معناها كمثال معين نجموا نعتبروا الاعلاميين الكل معناها بنفس المثال، ولازمنا نحدوا من حريه الاعلام والصحافه على ضوء هالمثال الشاذ هذا؟ فما حاجات كميديا تنجم تتدخل فيها وحاجات ما تنجمش تعطي فيها رايك، مثلا فما عبيد انت ما تنقد كذا اعطي حلول، ما تبداش تشد العبد هذاك تمشكيه ما تفهم منه شيء، اعطي حل، مش تبدا تقول راهو خدم بالغلط، اعطيه الحل، اعطيه ماك انت مثلا في الميديا نتاعك انت معارض ولا تعطي الحل، مش تجي تنقد وتسخسخ وكذا. انا ضد معناها مقاطعه الاعلام، حريه الاعلام في كل شيء، اللي ساعدوا ساعدوا، ما ساعدوش يتفرج في اللي معناها القناه اللي ساعدوا، مش معناها ضد العنف وضد مقاطعة الإعلام. يعني تشوفوا يعني علاش أنت مثلا من الناس اللي تشجع الإعلاميين اليوم؟ أكيد حرية وضد المقاطعة. أكيد احنا بعد الثورة الحاجة الوحيدة اللي قعدت هي حرية التعبير وحرية الإعلام، دونك لازمنا نحافظوا عليها ونحافظوا على المكتسبات نتاعها. أنا حرية الإعلام هذاك خط أحمر. هو صحيح كل حد ورايه، فهمت؟ ما هما فاتوا الحدود كما نقولوا احنا. مع مقاطعة تزيد توضح لنا أكثر. فاتوا حدود الحرية، حرية التعبير فاتوها برشا. هل هذا كفيل بأن نقاطعوا الإعلام والإعلاميين الكل والصحافة والصحفيين؟ لا مش والله بعد الشيء اللي ريته في القنوات معناها اون جينيرال، سيرتو الرياكسيون نتاع الناس ما حبوش يعترفوا بالريزلتا نتاع الانتخابات واللي صار في الحوار، معناتها تو سامبلومون هما ماهمش عباد ما يمنوش بالديمقراطيه وكهو، هذيك هي اللي فهمتو انا اون غوسو مودو. هل هذا مبرر انه حالات كيف ما اللي ذكرتهم انت يكونوا معناها مبرر لان نقاطعوا الاعلام والاعلاميين ونحدوا من حريه الصحافه والاعلام؟ والله هو ماهوش مبرر، اما الشعب التونسي جينيرالمون ما يتبعهمش، معناها انا واحد من الناس ما نتفرجش في التلفزه، فهمتني؟ معناتها جوست نتفرج فيهم شويه دي سيكونس على الفيسبوك يعرضوني، سينو راهو ماجوريتي ما يتفرجوش، معناها هذا رايي. يعني انت اليوم مع المقاطعه؟ نجم تقول ايه، نجم تقول. نحن علاش صارت الثوره هي؟ صارت الثوره شنو؟ الحريه بدا بحريه المواطنين، حريه الراي، نختموا حريه الاعلام. دونك كي تصير حكايه كيف هكا، انا خاطر شفتها في فيسبوك، شفت كل شيء، شفت كيش الاعتداء على عباد عمال في قناة معينة،
هو شو مدخله هو ذاك؟ هو عامل يخدم يقف في شهريته، شدوا انت تضربوا فيه من راس النهج من هنا من الاوتيل افريكا حتى يكشي علي بشحامبه، فهمتني؟ اساس في بار ما تحب على الحريه، هاك عطيت حريه الراجل انت، الراجل يخدم على روحه، فهمتني؟ انت خويا مقاطع انت قناه ومقاطع حاجات، فهمتني؟ هذيك حاجه تخصك، هاني انا مقاطعها القناه، مش تعدى اي واحد معناتها صحفي في القناه هذيك راهي ما تجيش، نحن شو عملنا هذيك حريه الاعلام، خليه خويا يحكي على روحه كذا وكذا، قناه خويا ما تحلهاش، سكرها. هو الاخر مسكين موظف يخدم على روحه، لا عنده حتى دخل لا في زيد لا في عمر، يخدم على روحه الزوالي اللهم صل على النبي مشى دبر خدمه يخدم على روحه، تجي انت اعتداء بالعنف كيف هكاك، فهمتني علاش مدخله هو مسكين؟ انت عندك مشكله مع مالك القناه ولا الاكسيونير ماجوريتير فيها، فهمتني؟ شو مدخلها القناه؟ شو مدخل الموظفين اللي فيها؟ هذه حاجه ما تصيرش، عمرنا ما تجي، نحن تو بلاد حريه وديمقراطيه وما تابعوا الخ الخ الخ. صاص في بارا بالنسبه لي انا هذاك، انا عندي من عائلتي عندي شكون اعلاميين وعندي شكون في الصحافه وعندي كذا وكذا، معناتها انا بار اكزومبل انا قريبي يخدم في مؤسسه اعلاميه مصور، جي اعتديوا عليه في نتفرج انا باش نتفرج، شو مدخله هو؟ هو يخدم على روحه، هذه وظيفه، فهمتني؟ وظيفه كل الوظائف الكل، معناتها انت عندك مشكله مع مركز فوليت باش تعتدي على الامن في المركز، كما صارت البارح جندي مسكين في بنزرت وكذا وكذا، فهمتني؟ كما صارت لهنا فهمت اعتداء على قتل، قضيه قتل نتاع واحد سايح. يعني انت اليوم مع مقاطعه الاعلام ام لا؟ انا مش انا كان جيت مش مقاطعه، كان جيت مقاطعه الاعلام، مش بحذاكم لهنا نصور معاكم. انا ماذا بيا نشوف البهي والخايب. فهمتني؟ ونكير ونقيس. قالت ما عجبتنيش، فما تيليكوموند راه مبدلها راه، فهمتني؟ فما حاجه سوبريميه نحيها ديريكت حتى من البارابول، فهمتني؟ سي با سا البروبليم، البروبليم لازم تشوف الباهي والخايب. راهو إيه الاعلام، الاعلام بصفه عامه راهي سلطه، راه مصوت البلاد راهي معروفه راه، فهمتني؟ دونك انت الاعلام باش تاخذ منه؟ الاعلام تاخذ منه الباهي والخايب، وتعرف اخر 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 حاجات موجوده في البلاد، وتعرف برشا حاجات اخرين. فهمتني؟ كي تجي انت بار اكزومبل، فهمتني؟ مانيش عارف انا قريت هذه خايبه، الخايبه هذيك الساعه ساعه تعدي الباهي، تعدي الباهي، نحن ناخذوا الباهي منها، علاش ناخذوا كان الخايب؟ فهمتني؟ بالنسبه لي هذه راهو انا انطيق مقاطعه الاعلام والقنوات هذيك، هذيك حريه راهي من الحريات اللي نحن دافعنا عليها، فهمتني؟ اللي انا ديجا انا 14 جونفي اللي فات انا لهنا، فهمتني ولا؟ معناتها ماهيش كيسيون نتاع قطع اعلام وما قطع اعلام، الاعلام خويا يخدم على روحه هذيك حاجه تخصه، هو تابع فلان وتابع فلان هذيك حاجه واحده اخرى، فهمتني؟ انا ندافع جوست على العمل اللي يخدم عندهم حتى دخل، عباد تخدم على رواحها ما عندها حتى دخل، تاخذ في شهريتها وساعه ساعه مساكن مسوش ياخذوا شهريتهم ويخدموا بقلب ورب، والليل هاك انت واحده واقفه قدامي في الليل تو نورمال راك في داركم رياقتك، كنت موظفه راك في دار رياقتك انت كالسيد هاو المصور بحذايا، علاش يجي واحد يعتدي عليكم عليه؟ شو دخلكم انتم؟ انت توصل معلومه، انت تاخذ معلومه عند بني ادم عبد ما تاخذ عنده معلومه باش توصلها، جي اعتدي عليك علاش مدخلك انت؟ فهمتني؟ انت ما عندك حتى دخل، هذيك معناتها مرخص القول. انا راني مع حريه الاعلام، خلي الاعلام يعطي حقه ويعطي حق العباد وكل واحد راهو على روحه، معناتها فما حتى مشكل. حريه الاعلام فصل ما هي الا حريه في اخر الوقت باش تكون حريه، معناها يعني حاجه ينص عليها الدستور انه كل مواطن باش يتمتع بالحريه نتاعو، سي مولا قناه ولا اي حد اعلامي معناها باش يكون في التلفزه باش يتمتع بحريه انه يبدي رايه. اما لازم زادا في اطار حدود، ما علاش احنا وصلنا عملنا في تونس هيئه باش معناها نقولوا باش تنظف لنا الاعلام نتاعنا. الاعلام في تونس توا يوصل في برشا حاجات نجم نقولوا معناها تخمام نتاع الشعب التونسي الكل يل ديبون من الاعلام، معناها معنا ما نجموش ننكروا خلاف هذا. فما قنوات تسعى نقولوا احنا خاطر الشعب التونسي ماهوش كي باش يمشي معناها يعمل حمله على قناه ما نظنش من فراغ هكاك باش يمشي طول يشد قناه يقول لا هذه بها وعليها خاطر عملت هكا الحاجه. نورمالمون فما قنوات محترمه الواحة حتى كي تبدي راي تكون محايده مع هذا ومع هذا، كي هذا يغلط تنقده وكي هذا يغلط تنقده زاد. المقاطعة وحكاية تجيش للشعب معناها على مقاطعة قناة، معناها احنا عنا السلطة اللي هي اللي هي معناها الهيكا اللي هي عندها سلطة باش تتدخل في أي قناة سي فما حاجة خروقات وإلا أي حاجة، وقتها هي تنجم تتدخل
ما المواطن السكين صحيح باش يكون عنده انفلونس معناها على بطبيعه اي تو ولات اي حمله على الفيسبوك ولا اي اي موقع تواصل اجتماعي ناس كل تسمع بها وتولي حمله مليونيه وهكذا تتكمل حتى لين توصل للسلطه الفوق. بصراحه انا مع حريه الاعلام كل كسوا، اما زاد الاعلام مطالب انه يكون محايد مع الناس الكل، حاجه غلطه يقول غلطه، حاجه صحيحه يقول صحيحه. احنا في ابسط الاشياء معناها يجي حد يحب يعمل الصحيح لا يردوه غلط، يجي يعمل الغلط لا عنده الحق كونش. اذا نبداو مع البراني، مع البراني ولي احنا عندنا الحق ديما وهو لا لا هو الظالم وما يهمناش. كي يبدا تونسي مع تونسي لا كيفاش هذاك عمل صحيح ما لازمش يكون صحيح، وهذاك عمل غلط ما لازمش يكون غلط زاد. الاعلام عليه كان لازم يرقع من روحه شويه، ماهيش السلطه بركه باش تحكم فيه قداش باش تقعد تحكم وقداش باش تقعد معناها المواطنين زاده قداش منهم ما هو الا مواطن في الاخر باش يعمل حمله تنجم تنجح له وتنجم ليه، ماهوش السلطه باش يحكم فيها يقول لها لا نسكر القناه ولا لا نحي كل حاجه هذيك ما تذيعهاش ولا ما تقولهاش. ومن الناس اللي مع حريه الصحافه فهمت، لان الصحافه هي السلطه فهمت ولا الرابعه، ونحن حاجتنا بصحافه حره وكلمه حره فهمت ولا. تصور انت كما المواطنين الكل راك على علم بالتقنيين اللي قاعدين يتعارضوا والمحاولات تعنيف وقت خدمتهم في الشارع، يعني انت تشوف انه الحالات الشاذه اللي قاعده تصير في قناه معينه ولا في وسيله اعلام معينه يعني مبرر انه التقنيين والصحفيين هذوما يتعرضوا لمحاولات يعني محاولات تعنيف؟ احنا كتوانسة كنا نندد بالممارسات الأخلاقية هذه اللي قاعدين تعرضوا لها الصحفيين واي كان حتى بالشارع معناها، فاحنا نندد فهمت ونشبوا كل الاشياء هذه.